يقول النازحون الفلسطينيون في غزة إنه من الصعب العثور على الدواء لأطفالهم الذين يعانون من مجموعة واسعة من الأمراض أثناء إقامتهم في مخيمات في جنوب قطاع غزة. وقد أدى التصعيد الأخير للعنف إلى تفاقم المشاكل القائمة بالفعل، حيث أصبح عدم الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الأدوية والرعاية الصحية مصدر قلق كبير لآلاف الأسر النازحة. لا يوجد علاج، الأطفال يموتون ببطء، هكذا عبرت أم فلسطينية عن فجيعتها وهي ترى أبنائها يحدقون في الموت كل لحظة بلا دواء أو روشتة إنقاذ. 1000 حالة مرضية يوميا تستقبلها مستشفيات غزة التي تتكدس طرقاتها بالأطفال المصابين بالإعياء الشديد، ولا يملك الأطباء إلا الدعاء بالرحمة لمئات الأرواح التي تفارق الحياة وصارت لا تعيش إلا على المحاليل فقط. لا يوجد علاج، بكتب لك الدكتور في الروشتة يجيب علاج، في المستشفى لا يوجد، رحنا على الصيدلية لا يوجد علاج، رحنا على المدرسة لا يوجد علاج، وين فيش علاج؟ هذا الطفل بده تبخيرة، بده جهاز، فيش عنده، بده مثلا شو اسمه الحساسية على صدره، مضاد حيوي وفيش، لا يوجد علاج، لا يوجد علاج، هذا الطفل برضه كذلك لا يوجد علاج، هذه برضه هاي لها أسبوع مريضة زي هيك نفس فيش علاج، فيش علاج، بنشربهم هذا المحلول على الفاضي، على الفاضي ما بجيبش معهم نتيجة. يعني حضل الوجع فيهم في الأطفال لما إيش يموت الطفل؟ هذا يمكن حياتنا حين احنا زي كذا كانه موت بطيء بيصير في الطفل. هنا لا تجد امامك سوى طفل يتنفس بالبخار وبجواره اخر يحاول بدموعه تخفيف اوجاعه وعشرات يتساءلون في حيره وصراخ من يوقف آلامنا. قسم الاطفال هنا تقريبا ما يعادل 1000 حالة مرضية يوميا، 1000 حالة مرضية يوميا، وعند قدوم اي طفل للمستشفى فبالاكيد لا ياتي الى المستشفى الا في حالة العياء الشديد. يعني الأهالي يجدون صعوبة وخوف للقدوم إلى المستشفى، فلا يأتي إلى المستشفى إلا الطفل شديد المرض. وللأسف الشديد كل يوم نفقد العديد من أرواح الأطفال بسبب قلة الأدوية، الأدوية البسيطة التي يجب أن تتواجد لدى كل مستشفى أو عيادة أو مستوصف خارجي. لكل حرب ضحاياها، والوضع الإنساني المؤلم الذي يتحمله آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي تجاوز 100 يوم أكبر ضريبة سددها الأطفال والنساء والشيوخ في ظل نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتصاعد أزمات نقص الغذاء والدواء والظلام الدامس الذي يخيم على أغلب مناطق غزة نتيجة انقطاع الكهرباء والعزلة عن العالم.